يعقب على ما قاله بخي انه الاستاذ الدكتور رينزين لديه قصيدتان قمينتان بعد المجموعات العليا الثلاث نشرت في صحف ولم تنشر باهتمام خاص. وما اعرفه او ما تسرب اليه ان يعقب على اعاده نشر المجموعات الثلاث مع القصيدتين المحميتين في كتاب واحد، وان كنا نطمع بجديد عليه. يعني هذه فقط معلومات الاستاذ بخي مرجوكم. طبعا الشعر واحد من المناشط ومن الحقول التي نبدع بها الدكتور ويتشير، وهن عرف واشتهر لاحقا بكتابته الجامعه. ساجيز نفسي موضوع الحديث عن هذه عن الدراما والتيم، واقول بانه بدون مبالغه بدون اي مجامله يعتبر الدكتور بريكسين هو الكاتب الدراما التاريخي للنبره العربيه. ليس وهذا ما يعود في اعتقادي لم يعود الى انه ليس مؤرخا، هو كتب التاريخ ذهب الى التاريخ لكنه لم يؤرخ، انما كان معنيا بتقديم وقطع من الماضي وتشخيصها بسيناريوهات وحوارات لتكون مشاهد على شاشة الدور، إنما ظل معنيا في مجمل أعماله بصناعة جمال إبداعي، كان يهتف بتقديم جمال إبداعي من هذا الوقائع، ويقصد بذلك الوقوع على معاني ودلالات ومغازي كثيرة ودلالات كثيرة، وكان وذلك كله بأدوات الدراما أكثر، شروط الدراما، لم يكن معنيا بأن يؤرخ، بأن يذكر الوقائع. اعتقد هذه الميزه الان في منتوج الدراما والنسيان التاريخي. حيث حضر تابعنا المسلسلات التلفزيونيه الكثيره، تابعنا الحوار المعمق، السيناريوهات المحكمه، البناء والتسلسل الشامخ والجاذبيه العاليه اللي بحقيقه اللغه الحيويه والتصعيد الدرامي المشحون بحراره عاليه بأسلوب الأحداث وبناء الشخصيات المركبة المعقدة المتنوعة. دكتور وليد جاد وطاب في التاريخ في محطات غير قليلة من التاريخ، لندن وغير لندن، بمخيلة، بمعنى أنه توقف بالتأكيد الأحداث المركزية الجوهرية كانت حاضرة في أعماله، لكنه أحاطها بوقائع بعضها متخيل، بعضها من عندياته، أيضا من شخصيات لم تكن موجودة بالتاريخ، إنما أوجدها أو كان حبوها قطيفا خفيفا في مدونات قدامى أبردها وشحنها وغذاها بمدونات وبأفكار وبمعاني جديدة. بالتالي كان التاريخ حيا، كان التاريخ ليس كما كتب سابقا، يعني كان يكتبه المؤرخون القدامى ويدونوه بانحيازات وببنود، الا انه التاريخ اللي شاهدناه في اعمال الدكتور ليزين كان حي نابض بالتوتر، وايضا يعني بانحياز الحقيقه. ما كثير مما سكت عنه القدامى اقترب به واحتفل به او فلنقل اضاء عليه كثيرا الدكتور ريتان بصدق. انت لما نشوف اعداد الجثث الهائله من الامويين اللي قتلوه العباسيين، بعتقد ان الدكتور ريتان ربما من لست مؤرخا ولست واحد في التاريخ، انما يمكن الوحيد ربما اللي يعني اعطى فوكس كبير على مثل هذه الاشياء، واشياء اخرى حاضره بالتاريخ لكن مسكوت عنها، لم ينطق بها او ربما ولدت عابره لكنه اضاء عليها بشكل ظاهر. لم تعتني ايضا الدكتور ليزين فقط بالمجاميع بالامه او بالحضاره او بالتجارب الكبرى، انما ايضا اعتنى بالفرد بالبطل بالشخصيه، يعني قدمت على دراما ليزين من شخصيه الحانوت وشخصيه البائع بحانوت الصوف، وايضا السلطان وقائد الجيش، الشخصيات المتعدده هذه اغناها واعتنى بجوانياتها بما فيها من قلق وتوتر وحب وصراع، من نوافع ذاتيه، من ميول ذاتيه، من كل شيء
قدر لنا يعني قدر لنا ماذا كما هو من شحم ودم ومن احاسيس. انت عندما تشاهد زغره الدم قدر قديم دكتور الانسان بتشاهد امراه وايضا قائد لمصر خلال فتره حرجه اعتقد انه يعني وجدنا الابعاد المركبه والصراعات الحاده بشخصيتها وما يحيط فيها كان ظاهرا في هذا العمل كما في اعمال اخرى للدكتور الانسان. الدكتور الشيخ عندما تشاهد له مسلسلا تاريخ اعتقد انك تشوف الحاضر ويرى التاريخ اصلا بانه ماضي موصول بالحاضر. انت تقع على معالم وتطلب بالحاضر عندما يركب عندما ترى القبليه والعصبيه والتصرف والتجنب والتغلب وكل هذه الظواهر موجوده بالتاريخ الاسلامي بالتاريخ المسلمين بالاندلس وبغيره. انت سترى يعني سترى ان الدكتور الشيخ يريد ان يقول شيئا عن حاضر قائم وعن اوضاع تائبه وعن اوضاع معينه تلمس هذا الامر لكن ايضا كما قلت ليس بدافع سياسي وليس بدافع مؤرخ وليس ايضا بدافع المتمثل بل ايضا بدافع صاحب الرؤيه صاحب الموقف صاحب وجهه النظر. من هون انا بتصور انه مناطق التميز الظاهر في ادب في دراما وكتاب يعني هذه واحده من منابعها الواضحه في اعمال الدكتور الشيخ. بنتقل الى استاذنا